أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من أتى بعمل كفري وأقيمت عليه الحجة من العلماء فكفره العلماء، هل نحكم بعينه بأنه بالنار؟ نحكم على الظاهر يا أخي، نحكم على الظاهر، ولا ندري لعله تاب ونحن لا ندري ومات على التوبة، هذا لا يعلمه إلا الله، لكن نحن نحكم على الظاهر فنعامله معاملة ما مات عليه في الظاهر، هذا الذي أمرنا به. أما الحكم عليه في الآخرة فهذا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.